السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة من الفترات كنت بقعد أسمع شوية محاضرات، وكان المحاضر هو راجل محترم جدا، يعني نحسبه على خير. كان عمال بقى يتكلم إن الوظيفة دي هي عبودية القرن العشرين، ولازم تستقيل ولازم تسيب الشغل والحاجات دي كلها. كان في أثارة في الموضوع، كان في زيادة في الموضوع. ليه؟ لأن الوظيفة هي نوع من أنواع التعاقد، ممكن يكون تعاقد كويس بالشكل اللي هو كان بيتكلم بيه. انا لازم استفيد، انا ما بقاش على نفسي كده. في فرص كويسه جدا لو انا سبت الشغل وقعدت ان انا اشتغل حر. والحقيقه لا، الموضوع محتاج تفصيل. ممكن تكون الشغلانه اللي فيها كويسه جدا، فيها شويه عناصر حلوه او فيها شويه معايير كويسه تخليني ابقى مستريح اكتر من لو اشتغلت شغل حر. انت فاكر انت لما تشتغل شغل حر مش هتبقى في قيود او التزامات عليك؟ لا، اكيد التزامات اكتر. يعني لو انت شغال حتى فريلانسر، فانت الراجل بيديك حاجة يقول لك انا عايزها بعد ساعتين، او انت مثلا فتحت محل ما برضه في التزامات عليك، وممكن بعد فترة مثلا بتعين موظفين، فانت ملزم مثلا تدفع 100,000 مثلا كل شهر للناس. مهما حصل دي مرتبات انت ملزم بيها، انت بقيت انت صاحب العمل. فالموضوع لازم تبصله بنظرة اوسع، ولازم ان انت تقعد تقارن بين المعايير الكويسة هي اللي موجودة ولا في شغل حر. يعني لو ربنا كرمك بوظيفة فيها ان انت بتطلع الابداع بتاعك او الحاجة اللي انت بتحبها، يعني تخيل انت شغال شغلانة انت بتحبها ايا كان نوع الشغلانة. ممكن يكون واحد هوايته في الكول سنتر، ان هو يشتغل كول سنتر، بيحب يرد على الناس. وفعلا في ناس كده، يعني سبحان الله، في بيت شعر كده يقول لك ايه: وللناس فيما يعشقون مذاهبه. انا اعرف حد كان بيحب يكتب الواجب، يعني يخلص الواجب بتاعه واحنا في المدرسة، حد عنده واجب ما كتبوش يكتبه، انا بحب اكتب الواجب. في حد مثلا بيحب يتكلم لغات، بيحب يتعلم لغات، وجات له فرصه في شركه مثلا تشتغل مرشد سياحي او فمفيش اي مشكله خالص. مش ضد شغل حر، بس ضد ان يبقى اتقال ان دي كلها مزايا ودي كلها عيوب. لو الوظيفه ساعات الشغل اللي فيها كويسه وبتديني فرصه ان انا اقعد مع اهلي، جمعه وسبت اجازه، الوقت مريح، طب ما دي كويسه. يعني دي كده مزايا. انت بقى تبقى لو انت فعلا شغال 24 ساعة وشغال بعيد عن اهلك والحاجات دي كلها، فدي مشاكل. لو الوظيفة بتديك خبرة كويسة جدا، فحتى لو انت في يوم من الايام قررت ان انت تستقيل وخدت خبرة كويسة، احسن ما تبدأ مع نفسك وتجرب في فلوسك وتخسر كتير. انت هناك بيبقى عليك رقيب وتأكد ان انت مش هتخسر. يعني انت مش هتروح هناك تخسر الشركة، لا، هم عاملين حسابهم وعارفين ان انت بتتدرب والحاجات دي كلها، فهتبقى في قيود ان تحصل مشاكل ان شاء الله. اذا كان الوظيفه دي بتوفر لك عائد كويس وعيش كويس وبتقدر تحوش مثلا جزء من المال، وجزء من المال بتقدر تستثمره، فدي ممتازه. المدير بتاعك لو راجل كويس ومحترم وكده، فدي لا تعوض بمال. يعني لو هو مرن معاك وبيراعي ظروفك والحاجات دي، لا، فدي كويسه. زملائك في الشغل دول زي اخوه ليك، انت بتقعد معاهم اكتر ما بتقعد مع اخوك. لو الشغل قريب منك مش مرمي مثلا زي مدن جديدة أو حاجات زي كده تبقى فيها مشاكل. المعاش بيديك حياة كريمة، فدي كويسة. يعني الفكرة كلها إن بلاش نشيطن حاجة ونقول إن الخير كلها فيها، وتلاقي واحد لا مش عارف يدير، ولا عارف مثلا إن هو يدير حياته أو ينظم وقته، أو إن هو زي ياخد شغل وملوش علاقات، وبسبب الكلام الكبير اللي بيسمعه دوت يقول لك انا هستقيل وهبدا شغل حر. الشغل الحر هو الكرامه والاستقلال والحاجات دي كلها. لكن فجاه بان هو مثلا استقال وقعد سنتين في البيت مش عارف ياخد شغلانه، او اللي جاي اقل بكتير من اللي بيصرفه، فبيحصل خلل. لا، لازم تدرس الموضوع من كل جوانبه وتستخير ربنا ان شاء الله.